أركان الثورة البحرانية الذي تفجر في 14 من فبراير قبل 3 سنوات لم يهدأ بعد، ولا يزال يلقي بمزيد من الحمم تحمل إلى النظام والعالم رسائل أن الثورة مستمرة. كسائر ليالي الجمعة شهدت ليلة البارحة حراكا شعبيا منقطع النظير، تزامن مع حملات قمعية واعتقالات ومداهمات من قبل قوات أمن النظام الذي يحاول جاهدا إعادة إنتاج خياره الأمني كخيار وحيد للتعاطي مع مطالب شعب البحرين في الحرية والعزة والكرامة. المتظاهرون الذين نظموا تظاهرات في العاصمة المنامة وفي أغلب المناطق عبروا عن تضامنهم مع الشهداء والمعتقلين في السجون، ورفعوا شعارات ترفض إقامة سباق الفورمولا 1 في البحرين، وجددوا رفضهم للاحتلال السعودي مؤكدين مواصلتهم للحراك حتى إسقاط النظام ومحاسبة رموزه. قوات أمن النظام اعتدت بالرصاص الانشقاري على المتظاهرين وأصابت عددا منهم، وعمدت إلى إغراق المناطق والبلدات بالغازات السامة من بينها جد حفص والسنابس وبني جمرة.